شاء الله ما يزعل مني بس ابدا ما بحبك كثير ابو روي بس حابب اقول لك شيء. باسم لما بيسلم على حدا عنده شغله كثير حلوه. باسم لما بيسلم على حدا بيطلع لفوق سلم على دولي كيف هيك شو طب يضربها للسما يعني هيك وبيكمل يعني بيكمل. فانا بلحظه كنت احكي مع باسم انه باسم هو طويل وبيطلع لفوق. انا كمان بعملها بس مش اصلا انا مضطر اطلع كيف بيحكي باسم؟ في مشهد كان بيني وبينه انا هذا المشهد كثير بحبه وكثير كان يضحكني يعني لما ارجع احضره اتذكر بأحد الحلقات بتنضرب إيده وبتنقطع إيده فهو دور أخي ونحن أنا وياه مبعدين من الحارة والحارة يعني رافضيننا تماماً وأمنا ميتة. فبيجي بيقعدني كان اسم الشخصية الزيبق فبيقول لي بما معناه أنه هو ما بده لا حقه ولا حق المهم بده حق أمي. فبيقول لي ياها هيك كان باسم أنا ما بدي حقي ولا بدي حق أمي أنا بدي حق إيدي إيدي اللي ناطع جدا يا شخصية تانية شخصية تانية أبو روي حبيبي يسعد مساك. أنا كتير آسف بس من محبتي ما رح يزعل منك. مارلون براندو بفيلم The Godfather كمان حبيبك وأبو مارلون صغير ما رح يزعل أبدا مارلون ما رح يزعل حبيبي مارلون ما تزعل مني مارلون في له مشهد لما بيجتمع مع العائلات الخمسة المفيوز تماما فبينقتل ابنه الكبير فينسنت كان يا تماما فهو بيطلب منهم طلب انه انا رح صالحكم واللي بدكم اياه بيصير بس اذا بلاقي ابني مقتول بيوم من الايام رح اقتل الكل. فهو هيك هي الحنك اللي كان يعمله. طبعا هي القصة انا مذهلة بالنسبة لي كيف اختار الكاركتر يعني كذا. If I found my son killed herself, I wanna kill everybody here. Okay? Wow! Bravo!